طب عندنا شويه صور كده، صور جاهزه يا جماعه؟ اتفضل. طيب خلينا عندنا شويه. طيب خلينا نتكلم في حاجه تانية برضو محتاجين نتكلم عنها، وهو اللي حصل مع جمهور نادي الزمالك. يعني شفنا الفتره الاخيره كان فيه هجوم عليك شويه. سببه ايه؟ والله السبب كله سبب معروف لكل الناس. بص انا ارتضيت جدا فكره، انت لازم ترتضي فكره ان انت طالما بقيت انسان مشهور او معروف في حتتك. انا ما ازعمش ان انا انسانه مشهوره، انا بتكلم. لا انت مشهوره وحققت شهره كبيره. لا لا احنا بنتكلم بامانه، انت حققت شهره ما حققهاش لاعبات ولاعبين بيلعبوا في مصر مش في اوروبا. ربنا يخليك. بس نقول ده ربنا، وسبب شهرتك هو حبك للنادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. طبعا مستواكي طبعا. بس حبك للنادي الاهلي بس طبعا. خلينا لا خلينا الصور شويه يا جماعه، معلش عايز اتكلم في الموضوع. اوكي طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي بدا القصه؟ اللي حصل والله ان انا بعد ماتش الاهلي والزمالك، انا كنت في الاستاد ماتش القاضيه، ممكن بتاع قفشه يعني اللي هو نهائي القرن زي الناس بتقول، كنت موجوده في الاستاد طبعا وكل حاجه. ويعني انت عارف بعد الماتشات دايما بيبقى فيه مشاعر زياده شويه طبعا. بتبقى وانا صراحه بتعامل ان انا حد من الجمهور مش من اللعيبه. درجه ثالثه بالظبط يعني. فمتربيه مع محاربي وجزره وعادل الفلاح وده شرف. بالظبط. فاللي هو انا من الجمهور، حد من الجمهور، فلما يحصل تجاوز من اي لعيب ايا كان مين هو فانا باخدها على قلبي قوي الموضوع، لان اولا احنا مش صحاب، انا ما اعرفش الشخص دوت، انا وهو مش اصدقاء، مش اصحاب، مش اي حاجه. فلما يحصل تجاوز منه في حق النادي بتاعي مش يعني انا مش مطلوب مني، مش لطيفه، مش مطلوب مني. بالظبط. مش مطلوب مني ان انا اسكت برضه، فاهم قصدي؟ بحس ان دوت نادي ودوت فرقتي ودوت وجمهوري، فالاهانه وصلت لي انا قبل ما توصل لجمهور النادي الاهلي. فيعني انا ممكن اكون قلت حاجه خارجه شويه لحد ما بره السياق، لكنه مش تنمر، لان الموضوع اتاخد في سكه تنمر. جماعه اصلا انا مش يعني انا مش نانسي عجرم قاعده قدام حضرتك. لا لا ازاي انت يعني انت زي القمر. ربنا يخليك يا رب. اللي هو يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسي، انا كده ومبسوطه بنفسي كده وبحب نفسي كده وراضيه بنفسي كده جدا وفخوره بنفسي الحمد لله رب العالمين وبتاريخي اللي انا عملته ولسه اللي انا هعمله ان شاء الله رب العالمين. فانا اخر شخص ممكن يتكلم على التنمر اصلا، يعني مستحيل، يعني مستحيل يعني انا عايشه في بلد اوروبيه، عمري ما بقالي 11 سنه عمري ما تعرضت اي نوع من انواع التنمر ولا ضد الدين ولا تعصب ولا اي حاجه، وفي مصر كذلك. لكن للاسف في مصر في بعض الشخصيات يعني هم ضد التنمر لكن بيتنمروا عليا انا. حصل تنمر عليك؟ طبعا حصل تنمر كبير جدا جدا جدا، وخدوا في اعراض وعملوا صور وعملوا حاجات. انا ارتضي ان انا غلطت الى حد ما في التعبير اللي انا قلته، لكن التعبير اللي انا قلته كان على شيكابالا، كنت اقصد بيه انا بالنسبه لي ان هو مش يعني بعيد عن الكوره شويه، بس ملهاش علاقه بالتنمر خالص. خالص خالص. هو ممكن يكون يعني انا تجاوزت سنه في التعبير، كان ممكن يعني في لفظ تاني ومع ذلك انا اعتذرت. خلي بالك يعني حتى اللفظ اللي انا قلته ده وهو مش لفظ برضه. اللفظ ده كلمه كبيره خلي بالك. يعني انا حتى اتكلمت عليه يوم 1/12 وقلت ان انا ما اقصدش كده يا جماعه، انا بتكلم عن الكوره، بتكلم عن مستوى الكوره، واعتذرت عليه خلاص الموضوع خلص. كان 1/12 لقيت حمله شهر 2 يعني بعد الماتش اصلا بشهرين، بعد البوست اخر بوست ده بشهرين. حمله رهيبه رهيبه رهيبه، فكان واضح انها كانت مترتبه يعني، لان ايه اللي فكر الناس بالموضوع بعدها بشهرين. ومع ذلك الناس تنمرت عليا جدا، بالرغم ان هو معلش انا مش هقول اللفظ طبعا، بس اللي انت قلتيه خالص كان في ناس من جمهور الزمالك بيقولوه. لما هو حصل ده في ناس شغاله في القناه اصلا. يعني لما حصل ان هو ده في ناس يعني رأس مستوى قل لفتره من الفترات قال ان هو بطل كوره. بالظبط يعني يعني فانا بقول لك اللفظ ما هوش مش الناس اللي انت تقصد بيه ان هو بطل كوره، ما عملش اي نوع من انواع السباب لا قدر الله واي حاجه خالص. والله اللي يجي اللي هو انا يعني ما لهاش حاجه، احترمنا لكل الناس. انت استوعبت ازاي التنمر اللي حصل عليك؟ عادي يعني انا بالنسبه لي قلت لك انا ارتضيت فكره ان انت حد مشهور في لعبتي في مكاني، برضو انا زي ما قلت لك في مكاني في الهاندبول، فطبيعي. وانا الفيسبوك عندي بابليك، عندي ناس كتير جدا، عندي متابعين كبيره جدا جدا. بالظبط. فلازم يعني كل حاجه ليها حاجه حلوه وحاجه وحشه كجزء من طبعاً. ضريبه الشهره طبعا ونجاح. ما هي دي ضريبه الشهره، هي دي الفكره، ضريبه ان انت حد الى حد ما معروف في مجالك. اصل خلي بالك امي دايما تقول لي كده، اللي بيحب قليل واللي بيكره كتير. فانا ما عنديش مشكله والله، يعني انت تناول شخصي انا ما فيش مشكله، تناول مواقفي، تناول اللي انت عايزه. لكن انت اصلا بتتكلم ان انت ضد التنمر على شيكابالا، بس اللي انت بتعمله عليا معايا دوت يعني كنافه بالقشطه، انت فاهم؟ يعني ما ده تنمر برضه يا جماعه. يعني يعني ازاي بتنتقد ان انا قلته وبتسميه تنمر في الوقت اللي انت بتعمل اسوأ منه؟ اسوأ منه بكتير. وعلى بنت بقى خلي بالك، فاهم؟ لكن هو بيدي نفسه الحق عشان هي غلطت. طب انا غلطت في ايه بس يعني يا جماعه؟ يعني اللي بيتكلم يعني اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني اسال حتى، اقرا، افتح شوف حتى، فاهم قصدي؟ افتح حتى وشوف. انت في نفس الوقت جمهور الاهلي كان بيدعمك بشكل كبير جدا. جمهور الاهلي عاون
معايا عظمه صراحه، يعني دي حاجه عمري ما هنساها. ودي بقى عظمه ان انت تخرج من الباب الكبير من النادي الاهلي، دي ان انت بني ادم فعلا عندك طموح وعندك. اصل بص، جمهور الاهلي ده ظهر، جمهور الاهلي والنادي الاهلي ظهر ليك كبير، ظهر وسند زي ما بيقولوا. ودي عظمه الجمهور الاهلي. فاللي عمله معايا جمهور الاهلي، الناس اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش، حاجه عمري ما هنساها. صحيح. طول العمر فوق راسي طول العمر الصراحه. تستحق. خلينا نتجاوز ده ونشوف الصور بقى يا جماعه لو جاهزه، يعني نشوف الصور وقصصها بعد اذنكم لو الموضوع جاهز نعرضه للساده المشاهدين. طيب خلينا نتكلم لغايه ما الصور تجهز، نقول مثلا عن خلينا دي اول صوره، دي ماتش القادم. دي بدايه القصه بقى. بدايه القصه. يعني هي القصه بدات من هنا وبعد كده. ده بعد ولا قبل؟ ده بعد الماتش على طول. بعد ده بعد ما كسبنا. لا يوم الماتش ولا بعديه ولا قبليه؟ لا ده يوم القاضيه بعد الماتش خلاص والتسليم اهو. ده في التسليم. ده يوم القاضيه، ده اعظم يوم في حياتي، كان يوم عيد ميلادي على فكره. صحيح. كان 27/11. انا كنت ما كنتش نايمه، يعني انا ما كنتش بنام، لان 27/11 ده عيد ميلادي على فكره. جمهور مش 27 نوفمبر بقى. كل سنه 27. ده كان رعب بقى. فانا كل الناس وكل اصحابي وامي والناس قريبه مني بيدعوا عشان ده يوم عيد ميلادي، وتخيل ده نهائي قرن ومش هتكرر تاني عامه يعني. فأعظم يوم عشته في حياتي. أحسن هدية في عيد ميلادي. والله مش قادرة أحكي لك. وأنا يعني من خلال حضرتك ومن خلال قناة النادي الأهلي أنا بشكر كابتن سيف زاهر جدا، لأن هو اللي دخلني الماتش ده على فكرة. فأنا مدينة لي صراحة باليوم ده. الصورة دي الصورة دي فين؟ ده بعد الماتش برضو. ده تاني يوم الماتش أعتقد في النادي الأهلي. واللعيبة صلاة الأمير عبد الله الفيصل. صلاة الأمير عبد الله الفيصل. وأنت بوشك للملعب. بالظبط. ده إحنا مع اللعيبة، واللعيبة خارجة من أوضة اللبس متجهة للحفلة اللي كان عاملها مجلس إدارة النادي الأهلي في النادي. وكان في بقى طبل. كان رقص في وسط الجمهور الدرجه الثالثه. جمهور الاهلي ده رقص. بص كنا بنرقص وبتاع وموضوع يعني كبير يعني. تعتبر نفسك الجمهور طبعا. انا نسيت مروه عيد عبد الملك. لا يعني لا ما فيش. انا واحده من جمهور النادي الاهلي، خلي بالك. انا اتشهرت عشان بنت النادي الاهلي، مش عشان انا اول محترفه في تاريخ مصر. الحمد لله ربنا كرمني، كنت اول محترفه في تاريخ مصر، وده كان ريكورد بسعى ليه. لكن الناس عرفتني عشان انا بنت النادي الاهلي. طيب